جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنه مهندس يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة في المملكة ومعه مجموعة من المهندسين، ومن واقع عمله يرى بعض السرقات تتم من قبل بعض المهندسين عن طريقة التعامل بنظام العمولة على شراء المواد، وبذلك لا يتسنى له أن يحصل على دليل رسمي يؤيد قوله، فماذا يفعل؟ هل يخبر صاحب العمل مع العلم بأنه يثق ثقة كبيرة في هؤلاء المهندسين؟ ولن يصدقه حتى يأتي بالدليل، أم أنه يسكت على ما يرى وجهه؟ جزاكم الله خيرا. نعم يقول إنه يعمل مهندس نعم بإحدى المؤسسات الخاصة بالمملكة وهو مع مجموعة من المهندسين، ومن واقع عمله يرى بعض السرقات تتم من قبل بعض المهندسين على طريقة التعامل بنظام العمولة على شراء المواد، وبذلك لا يتسنى له أن يحصل على دليل رسمي يؤيد قوله، فماذا يفعل؟ هل يخبر صاحب العمل مع العلم بأنه يثق ثقة كبيرة بأولئك المهندسين ولم يصدقه حتى يأتي له بالدليل، أم يسكت على هذه التصرفات حتى يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون، أم يترك العمل؟ جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الواجب عليك أن تنصح هؤلاء الذين ترى منهم هذا الفعل المحرم، الواجب عليك أن تنصحهم وأن تخوفهم بالله، فإن تابوا وقبلوا النصيحة فالحمد لله، وإلا فإنك تخبر صاحب العمل، لأن هذا من باب النصيحة، تخبره بما يجري وتبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله، سواء قبل أو لم يقبل، لأنك أديت ما عليك من النصيحة. نعم، لكن بعد مناصحتهم هم. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.